لا يعطي الأهمية والخور في مواجهة نادي أم إسرائيل بعد أسبوع من الآن. هذه كرة المميزة، كرة اللاعب أحمد أبوتريكا بطريقة أروع ما يكون، يضع كرة الباوناوية مع البداية، انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق أبوتريكا والكرة في المرمى، كرة في المرمى في الشباك لمصلحة فريق الأحلام. فريق الأحلام يعانق العنان بكرة مميزة من جانب أحمد أبوتريكا من قدم من دوري الشباب، الآن يضع بصمة أولى، الآن يتسبب في بصمة أولى في محيى اللاعبين وفي محيى المدرب أرنو بويتن. ويشوف لآدم، شوف الانطلاقة من الجهة اليمنى وشوف كيف وضع على يسار عبد الحميد العمري ليعلن عن أولى أهداف هذه المواجهة في المدافعين. كان طويلة، كان طويلة، ليحصل عليها، سيحصل عليها، سيحصل عليها لأنه لاعب سريع. وكرة جميلة، وكرة في المرمى. الله 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 الله، مونديالي هذا الجول، عالمي 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 عالمي، على غرار ما فعله الأب، على عادات الأب محمد أبوتريكا. ها هو الشبل الصغير أحمد أبوتريكا يسجل هدف مونديالي ويسجل ثاني أهدافه في هذه المباراة. يا فنان يا فنان يا فنان، غني واعزف عدم الألحان. نقص القول مع وجود اللاعبين المميزين، أنا أكرر، مع وجود اللاعبين المميزين في نادي العربي، ولكن العربي في مركز متأخر. في أي مكان محمد وصل إلى داخل المنطقة، هنا التسجيل حاضر. كان واحد على واحد، شوف هو في مواجهة حارس المرمى، شوف المرور الرائع جدا من أحمد أبو تريكة والتمرير داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى بعضهم البعض، لذلك يمررون لبعض بطريقه رائعه. الكره تصل الى احمد ابو تريكه، يا سلام يا ابو تريكه، يا سلام يا ابو تريكه، فيها بطاقه، فيها بطاقه الكره التلمام، يلعب كره الى احمد ابو تريكه بطريقه رائعه. قاعد يصل صح العرباوي، قاعد يصل صح الى مرمى نادي السريه بتمريرات قصيره رائعه. شوف 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 يا جاسم، يرس المرمى، يتصدى للكره الماضيه، الكره بتلعب الان بشكل سريع. حسن سيف المهاجم ذهب ليقاتل ليدافع، ولكن يا سلام لا يلعب كره الان خطيره لاحمد ابو تريكه. احمد ابو تريكه مر، احمد ابو تريكه يا سلام على المرور بطريقه رائعه، يحاول يتوغل عبد الرحمن بلال مره اخرى في وسط الميدان في خط احمد ابو تريكه مره اخرى. بدا يدخل احمد الاستلام والترويض محاولة المرور، لكن تغطية حاضرة، لا زال احمد ابو تريكه راح، ابو تريكه لا زال يحاول، ابو تريكه يقاتل ويحصل على ركلة ركنية تطلب فيها عرقلة ليحصل على بطاقة صفراء. مدافع نادي السليم تكتيك ويطالب بخطأ كان موجود في الكرة الماضية بوجود لمسة يد. أحمد أبو تريكة قد يبحث عن الثالث. أحمد الله 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 يا أحمد، وكرة في المرمى، لكن مرت محادية تغادر إلى خارج أرضية الميدان. لا هذا فنان، هذا مايسترو، هذا رائع، هذا اللاعب المميز القادم من دور الشباب. هذا أصغر منكم سنا، أكبر منكم طبعا على مستوى المهاري.
روح مع النادي. لا وجود